حول العالم. حول العالم. حول العالم. هذه المرة حديثنا في حول العالم عن دراسة تؤكد أهمية المحيط العائلي بالنسبة لقدرات الطفل. من وجهة نظر طبيبة علوم النفس للأطفال أنا ماريا دينو، وهي أيضا مقدمة برنامج تلفزيوني تربوي ناجح في الولايات المتحدة الأمريكية، تقول من خلال الدراسات أن محيط العائلة المثالي له الدور الأكبر في تنمية قدرات الأطفال العقلية والذهنية والإبداعية، لكن ذلك يتطلب من الوالدين الجهد والعطاء، وعليهما أن يكونا على استعداد لذلك إذا ما أرادا مستقبلا كريما لهم. وتضيف لوبيز أن الطفل رغم صغر سنه بمقدور استيعاب مشاعر المحيط الذي يعيش فيه والتفاعل معه، لذا لا يجب إهمال بناء علاقة روحية معه. ومن النصائح الفعالة التي تقدمها الطبيبة إشعار الطفل بالدفء بشكل دائم مثل احتضانه دوما، فالأبحاث الحديثة أثبتت أن لمس الطفل يحد من مخاطر حدوث خلل في قدرته على التركيز والانتباه بشكل جيد. على الأم بالأخص أن تتواصل مع طفلها عبر إيماءات معبرة في تقاطيع الوجه كالعينين مع الابتسامة، فالأطفال عادة لا يحبون النظر إلى وجه ممل أو بليد أو غير مبتسم. الغناء من الأمور التي يحبها الطفل كثيرا، فهي أول ما يتعلمها ويسلي نفسه أحيانا بالغناء، لذا يمكن للأم أن تغني معه أو تغني له وتلعب معه وكأنها تنتمي إلى جيله. كما يجب تشجيعه على القراءة بصوت عالي لكتب أو مجلات مضحكة ومسلية. ومن أجل التعزيز من قدراته الفنية عليها التعاون معه لقص كلمات وأحرف وصور جميلة لحيوانات وأزهار ثم إلصاقها فوق كرتونة ملونة. ومن المفيد جدا أن تزور معه المكتبات بانتظام، وبالأخص تلك التي تنظم عروضا خاصة للأطفال. من الضروري التقليل من وقت لعب الطفل بواسطة الحاسب الآلي والحد من ساعات مشاهدته للتلفزيون حتى ساعتين يوميا فقط، فالأبحاث أثبتت أن الإفراط في هذا النشاط يعيق النجاح الأكاديمي عند الأطفال مع تشجيعه على اختيار برامج تثقيفية مختلفة. وإذا كان بمقدور العائلة القيام مع طفلها برحلة لزيارة أبرز المعالم التاريخية والسياحية أو زيارة بلد، فهذا يوسع من أفق معرفته وينمي حبه للإطلاع. ومن بعد الرحلة ترك الطفل يروي ما شاهده، فهذا ينمي أيضا مداركه وقدراته الكلامية والتعبير بلغة سليمة. من المفيد الجلوس وتبادل الأحاديث مع الطفل على الأقل نصف ساعة يوميا، وتركه يروي ما عايشه في نهاره خارج البيت، وعدم كبح مخيلته إذا ما روى قصصا من خياله، والسماح له بالتعبير عن رأيه بمسألة عائلية أو اجتماعية أو سواها.